يسعد صباحكم صبايا. اليوم نتعرض لنا تخزين المروار اللي بيسموه جليس، اللي بيسموه جلساج، اللي بيسموه بالعربي المرايا، كيك المرايا. صبايا ممكن بكل بساطة نخزنه ل15 يوم و20 يوم ما بيصير له شيء، منحطه بعلبة، منحطه بالتلاجة. أنا هلأ طالعته، شوفي شقد سميك حطيت ماء من خلال حمام مائي بهالشكل بحطه. اوعك تغطيه لانه بده يعرق وينزل ماء عليه. بهالشكل بنعمل حمام مائي مثل حمام مريم لحتى يسيح. بدنا اياه يوصل لدرجة حرارة 34 لحتى نصبه على الكيك اللي هو بداخل الفريزر مخزنينه كمان. هلأ بفرجيكي اياه. صبايا ممكن تستعملي خاصية الميكروويف، كل مرحلة تحطيها تحطي 20 ثانية أو 30 ثانية على 3 مراحل. هو الكيك صبايا مغلفته بنايلون تغليف مشان ما ياخد أي طعمة، حتى حيططه بعبوة التلج اللي منخزن فيها تلج بداخل المجمدة. حطيت فنجين قهوة بهالشكل وحطيت هاي مشان أحطها بهالشكل وأبدأ أصبها وتكون وحدة تقديم وقت تقديم الكيك. الملونات حضرتهم على جنب. هون لونت، حطيت لون فوسفوري، هون حطيت لون أصفر، حطيت لون ذهبي مع روح الليمون أو روح اللوز، وحتى لون الفضة. وبدي أصب هذا، حطيت لون بوردو مع لون البني، الأحمر مع البني، حتى هو خليط من عدة ألوان لحتى عطاني هاللون. بدي أصبه بهالشكل صبايا. ممكن بشكل دائري بهالشكل. ما بدي أكتر كتير لأنه ما بدي أخسر. بدي اياها تغطي الكيكة بهالشكل صبايا. طيب صبايا ممكن احط لون، اتركه هيك صبايا. شايفي هاللمعة ما احلاها. خلينا نقول المقادير صبايا، حتى بدي احط خلاص من هون ما غطى لانه يكفي. هلا بينزل كلياته صبايا وبيغطي. المقادير هي صبايا بتعملكم كميه منيحه، بتعملكم كيك مع 6 قطع شوكولا بيضه بنحط 300 جرام، بدنا حليب مكثف محلى 200 جرام، مغلفين جيلاتين وزنهم كل واحد وزنه 10 جرام، مي بدنا للجيلاتين ندوبه فيه 120 ميلي، وسكر عادي 300 جرام، وجلوكوز 300 جرام، وبدنا ماء لنضعه فوق مزيج السكر 150 ميلي. تمام صبايا، انا منزله فيديو خاص بتحضير خلينا نقول له صوص المرايا صبايا بالعربي، خلينا نحكي بالعربي. شايفه هاللمعه الرائعه شلون غطت؟ اقرب لك اياه. ما خسر لمعته رغم تخزينه بالبراد. ومع ذلك صبايا ممكن تحطوا معلقه صغيره صغيرة جدا لهالمقدار، نحط زيت مشان نستعيد اللمعة، ما في مشكلة أبدا. تمام صبايا، خلصنا أول وحدة صبايا، خلينا نبدأ بالتاني بهالشكل. خلينا بدي أحط كمان موف. الموف مع الأصفر كتير حلو. بهالشكل كافي. بدي
أرد أحط ذهبي صبايا هون، بدي أحط ذهبي، بدي هاللون هاد صبايا، كفي صبايا، وممكن احط اصفر بس بهالشكل. بدي هاللون هاد صبايا، شايفين مع احلى صبايا. ممكن وبعدين احط اخضر، عندك 15 يوم حتى واكثر. رائع صبايا، بيتاكل هالكيك جد بالعشرات، احشي مثل ما بدك. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة. واهلا وسهلا فيكي صبية، ان حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب، مجرد كف الزر احمر مربع اشتراك رح يوصلك كل جديد. صبايا هاللمعة بتجي من معلقة صغيرة زيت وممكن زبدة الفستق. يا ريت تحطيها قبل صب الميروار، تعطيكي لمعة داعمة ل الميروار. بيجي سر نجاح هالصوص المرايا، وقت منغليه بوصل لدرجة حرارة 114 يا صبايا، هذا اللي بيعطي لمعة، وبدنا داعم لمعة. نحن منحط معلقة الزيت أو معلقة زبدة الكاكاو، هذا المقدار بيصبلك لكيك كبير ومعه 6 قطع من هدول. عم بقلك عن تجربة، تمام صبايا؟ وأهلا وسهلا فيكي صبية.